من الستينات معمل لاكلوك مشهور وغني عن التعريف. اسأل ميدان عابدين واسأل تلاقيه في حارة اسمها بوليف. ليمون مخلل وزيتون ايه؟ زي الكتاب، ما فيهوش غلطة. مين فينا ما بيحبش ياكل مع ترشي أو مية سلطة؟ ده مجرد إن إحنا نشوفهم على الأكل بس ما بنصدق. ناكل عشان نفسنا تفتح وكله بيحب يحد. زي حضرتك يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك، نورانا. أستاذ محمد لاكلوك، أنتم محلكم محلات لاكلوك من أشهر محلات المخلل هنا في عابدين. يعني من أقدم وأشهر، يعني من ناحيتين. من أقدم ومن أشهر. بالظبط. بقاله كام سنة المحل ده؟ يعني إحنا تقريباً من سنة 65 بالظبط يعني. 65. ده محل والد حضرتك. والدي. بالظبط. هو اللي ابتدى قصة المخلل. هو اللي ابتدى، وهو اللي بدأ الفكرة، وهو اللي إحنا نميناها بعد كده، لكن كانت البداية الصراحة ليه هو. هو اللي الفكرة كانت فكرته، وكانت الحاجات دي زمان قليلة قوي. إشمعنى جاله فكرة المخلل يعني؟ ما هو إشمعنى دي إحنا منعرفش الفكرة جاتله إزاي. أنا طلعت إيد التنفيذ موجود والفكرة موجودة ومتنفذة. جات إزاي الفكرة دي بقى؟ ما تعرف. لا بالضبط ما تعرف. لكن أنت في عابدين طول عمرك هنا يا أستاذ محمد. زي ما قلت حضرتك إحنا من 65 يعتبر، ومن ساعتها إحنا ما سبناش عابدين خالص. أنت ليك أخوات ولا أنت الوحيد؟ إحنا ثلاثة. فأنتوا الثلاثة في المحل. إحنا الثلاثة في المحل. أنتوا الثلاثة في المحل. وأسركوا هنا في عابدين؟ كلنا ساكنين في نفس المنطقة، ما بنعرفش نسيب المنطقة خالص. يعني عايز أقول لحضرتك يعني سبناها فترة وما عرفناش نعيش بره خالص. رحت فين؟ رحنا فترة كنا قاعدين في الهرم فترة، ورجعنا تاني يعني ما عرفناش نقعد بره خالص يعني. فبتقول لي أنت المنطقة دي حبيتها عن الهرم أو عن المناطق الحديثة، عيالك عايزين يخليهم هنا؟ لا، هي دي المشكلة، ولادنا رافضين المنطقة هنا خالص. كله بقى اللي عايز يطلع المناطق الجديدة اللي حضرتك عارفاها طبعًا، اللي عايز يروح الشيخ زايد واللي عايز يروح التجمع وكده، لكن احنا مش شايفين غير المنطقه دي خالص، هي دي عشقنا فيها. ومراتك رايها نفس الراي ولا انت بس؟ لا، المدام عندي نفس القصه برضه، حابه السيده. لا، حابه السيده. سيده. انما وعابدين طبعا، انما الجيل الجديد كله هو اللي ايه باصص طبعا للمناطق الجديده اللي طالعه يعني. انت مين عيالك يا استاذ لكن؟ انا معايا يوسف ويارا ويحيى. ومين أكبر حد عنده كام سنة؟ أكبر حاجة يارا عندي 24 سنة. لا، دي عايزة تمشي أكيد. دي ماشية خلاص، رايحة خلاص يعني، ماشية كده كده يعني. خلاص. وهم كلهم بالاسم ده، اسم عيلتكم فعلا ولا اسم شهرة لاكلوك ده؟ لا، ده اسم العيلة زي ما قلت لحضرتك، إحنا أصلا من الصعيد. فبرضه ده اسم العيلة من أيام المنشأة في سوهاج. طلعنا لينا ده اسم العيلة. أنت من المنشأة؟ المنشأة. بالظبط كده. وهم اسمهم لاكلوك، والعيله نفسها هناك في المنشاه كلها اسمها لاكلوك. جذور العيله كلها في المنشاه عندنا. احنا خدنا فرع منها وقعدنا في عابدين والسيده هنا. ده كان ولاكلوك نسبه لايه برضو؟ دي يعني المعلومه حاجة مجهوله، حاجه برضو ما تعرفهاش. المعلومه مجهوله خالص يعني، جت ازاي برضو الله اعلم بقى. لكن انت وعي، انت مواليد سنه كام يا استاذ محمد؟ انا 66. 66. فانت من وانت عندك سنه وهم بينشئوا المخللات، وما فكرتش لما كبرت كده تشتغل في حاجه تانية بدل المخلل؟ والله لقيت نفسي مش عارف اشتغل غير فيه. بتحبه قوي. انا يعني افكر في 100 فكره ابص اقارنها بالشغل بتاعي، لا انا مش عارف اشتغل غير الشغل بتاعي. واخواتك نفس الوقت؟ احنا الثلاثه نفس القصه يعني، كلنا بتجيلنا افكار كتير لكن كلها مجرد افكار مفيش تنفيذ فيها يعني. تطور بقى في المهنه بس، ده يعني كانت اقصى طموحنا يعني فيها. حلو قوي جدا، بس زي ما قلت لحضرتك هي الفكره ان اولادنا هم اللي مش ماشيين معانا، مش هيكملوا. مش ماشيين معانا على نفس الخط يعني. بس انت بتطور فيها ايه يعني؟ في انواع معينه بقى، اصناف معينه بتطور فيها؟ شوفي حضرتك، كان زمان المخلل مجرد اربع انواع بس، لفت، جزر، فلفل، خيار، بس هي دي الاساسيه، والزيتون. احنا بقى دخلنا حاجات كتيره بقى بعد كده. الزيتون ده نفسه كصنف اتعمل منه اربع خمس انواع تفرع منه. هتعرفني على صنايعي من القدام عندك يفرجني بقى الاصناف طبعا والاشكال والمعرفش طبعا طبعا. طب في مواسم بيع اكتر من غيرها؟ يعني طبعا رمضان لا خلاف عليه، طبعا رمضان موسم بقى كل حاجه. الموسم بتاع، بس الموسم الثاني اللي بعد رمضان بالنسبه لنا العيد الكبير. العيد الكبير؟
عارفه اللحمه والكلام ده وكده، فالفته وكل ده اهو اساسي محتاج. شم النسيم بقى. لا 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 احنا اعداء، احنا وشم النسيم. انت وشم النسيم ما تجتمعوش. لا يمكن، عشان الاكل اصلا مالح فهي مش ناقص ملوح. ما نتحطش على ترابيزه واحده تماما يعني. فعلا. المخللات والفسيخ دول لا يجتمعوا في مكان. بالظبط يعني. طب اسمه ايه الصنايعي اللي عندك اللي هتعرفني عليه؟ عندي محمد. عم محمد. أجيلك يا عم محمد تعرفني على الأصناف والأشكال